مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تصل طريقا مسدودا في وجه نتنياهو. لابيد يدعو ليبرمان للانضمام إلى حكومة برئاسة كحول لافان عوضا عن الليكود. ورؤساء السلطات المحلية العربية يجتمعون على مائدة الإفطار في الناصرة. يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصاعب جدية في تشكيل حكومته الخامسة، وذلك بسبب عدم تحقق أي تقدم في المفاوضات الائتلافية بين الشركاء المحتملين. هذا وأكدت مصادر في حزب الليكود أن نتنياهو يدرس إمكانية تشكيل حكومة تعتمد على 60 عضو كنيست دون حزب إسرائيل بيتينو، فيما يرفض رئيس حزب كولانو موشي كحلون أن يكون وزير مالية في حكومة ضيقة. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف عبر عن مخاوفه في محادثات خاصة جراء تعنت ليبرمان وإصراره على مواقفه بشأن قانون التجنيد وسياسة الحكومة تجاه قطاع غزة.